تشهد مملكة البحرين استمرارا في تسجيل نسبة ما دون واحد بالمئة لعدد الحالات القائمة لفيروس كورونا من إجمالي الفحوصات اليومية خلال المستوى البرتقالي ويعد الالتزام الملحوظ من قبل المواطنين والمقيمين بالمواكبة مع جهود فريق البحرين المستمرة مساهما رئيسيا في الحفاظ على ما تحقق من انجازات وفي الوقت ذاته تشدد الكوادر الطبيه على ضروره مواصله الالتزام التام بالاجراءات الوقائيه خلال فتره العيد لضمان عدم ارتفاع حالات الاصابه